integration of rational functions by partial fractions. تكامل بالكسور الجزئية. وانتم بتقولوا انكم ما خدتوهاش قبل هيك. فضروري جدا ننتبه ونركز. بسيطة جدا جدا. طريقة الحل بسيطة. بس لو ما انتبهناش لها حتكون يعني حتلود فينا شوي. طيب بارشل فراكشنز ميثود حسميها، مش هاخد عن نفس التسميه اللي هان، اللي هي طريقه الكسور الجزئي. قبل ما نبدا انا بعطيكم افكار، حتلاقوا الموضوع بسيط اذا فهمنا افكاره، زي الفرض المثلثي المحاضره اللي فاتت اللي هو امبارح. اعطيكم افكار في سيكشن 7-6 مر سؤال طالب مني تكامل. تاخذوا بالكم على ظروف هذا السؤال. 2 اكس زائد 4 على اكس تربيع زائد 4 دي اكس. سؤال زي هذا على ما اعتقد هيك. الان هل البسط مشتق للمقام؟ لا. لا لانه في أربعة زياده. لو ما فيش أربعة كان بسيط. فانا ايش بقدر اعمل؟ بقدر اقول ال 2 اكس زائد 4 على اكس تربيع زائد 4، مش هي عباره عن 2 اكس على اكس تربيع زائد 4 زائد 4 على اكس تربيع زائد 4؟ صح ولا لا؟ الان انا بدي التكامل هذا دي اكس بساوي تكامل الاول دي اكس زائد تكامل الثاني دي اكس. مزبوط ولا لا؟ الان البص ركزوا معي، اصبح البص مشتق للمقام، لن ابسليوت المقام، ولانه المقام موجب بقدر احطه قوس عادي صح؟ زائد الاربعه بتطلع برا، هذه عباره عن تان انفرس. الاربعه بتطلع بس هذه 2 تربيع، 2 تربيع اللي هي الاي. يبقى بده يطلع عندي قبل الاربعه في 1 على اي، في تان انفرس اكس على اي. مزبوط ولا لا؟ زائد زي. المهم هي هذه مع هذه بيطلع 2. المهم هذا قدرت اقسمه الى اقترانين. طيب لو اجاني 2 اكس زائد 4 على اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 4، بقدر افصل؟ بقدر افصل جبريا، بقدر اكتبها. لكن ايش نستفيد؟ هل بقدر اكامل اللي بيطلع عندي ولا لا؟ يعني بقدر اقول 2 اكس على المقدار زائد 4 على المقدار. طب 2 اكس على المقدار هذا لحاله ما فيش تكامل لها صح؟ وبالتالي هذا هو موضوعنا اليوم، كيف اتعامل مع كسور واقدر اكملها. تمام. قبل ما ابدا باي فكره من الافكار، ضروري تكون درجة البسط أقل من درجة المقام، ضروري. تمام؟ طيب لو كانت درجة البسط يعني مثلا خليها زي ما هيك وهذه خليها تربيع، درجة البسط تساوي أو أكبر، بعمل عملية قسمة مطولة كويس، والكسر اللي بيطلع عندي حعاود أشتغل عليه البارشال فراكشن. يعني هذا لو بدي أقسمها بالهامش، قسمة مطولة إكس تربيع زائد 4 على اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 4. طبيعي هان احنا بنقول بنسيب وسع للاكس وبعدين نكتب الزائد 4 هان صح؟ الاول على الاول 2، ايش بيطلع عندي؟ صح؟ بنغير الاشارات، روح هاد بضل عندي 6 اكس زائد 12. يبقى هذا المقدار الكسر حيساوي لي 2 زائد 6 اكس زائد 12 على اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 4. الان هذه لما بدي اكملها الاثنين بكملها 2 اكس بسيط، ضل عندي هذا. شغلنا على هذا، كيف انا بدي اكمل. تمام. خصوصا اني ما بقدرش افصل، لو اخذت 6 اكس على هذا ما بستفيدش، 2 عليه ما بستفيدش. يبقى الفكره الان لما يكون درجه البسط اقل من درجه المقام، درجه البسط اكبر او تساوي بقسم. يعني لو كانت اكس تكعيب، لو هذه هذا اكس تكعيب حتطلع 2 اكس زائد كذا، وال2 اكس تكملها بسيط ولا لا؟ الخارجي اللي هان تكتبوه بسيط، الباقي هو شغلنا في الباقي. نشوف كيف بدنا نتعامل مع الباقي.
طيب لو كان المقام بيتحلل، لو كان المقام ما بتحللش ما فيش فائدة من شغلنا. لازم يكون المقام عندي بيتحلل. افرضوا أنا بدي أكامل مثلا زي ما كتبت 2x زائد 4 على x تربيع ناقص 3x ناقص 4 dx مثلا. أنا حاطه بالعمدان المقام بيتحلل لإيش؟ x ناقص 4 في x زائد 1 صح؟ باجي بقول 2x زائد 4 على x تربيع ناقص 3x ناقص 4 هي 2x زائد 4 على x ناقص 4 في x زائد 1 صح؟ تمام؟ لازم يكون عندي المقام بيتحلل. كم عامل عندي تحت؟ 2 عاملين. بدي أقسم هذا إلى حسب عدد العوامل اللي عندي. عندي عامل x ناقص 4 زائد عامل x زائد 1. يا سلام، احنا هيك بنعمل وهن مضروبات. هيك بدنا نعمل، هيك بدنا نعمل. الان هذا من الدرجه الاولى كويس، البسط بده يكون ثابت. لو المقام من الدرجه الثانيه البسط يكون درجه الاولى، لو المقام من الدرجه الثانيه الثالثه البسط يكون درجه الثانيه وهكذا. يفترض ان احنا حافظين الصوره العامه للاقترانات، يعني الاقتران الخطي خطي اسف ثابت اي صح، الخطي اي اكس زائد بي، او نقول الف سين زائد باء. بالعربي الف الف سين الف زائد باء، الف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم، الف باء جيم دال سين تكعيب سين تربيع سين دال ألف سينوس أربعة ألف باء جيم دال هاء. نضل نستعير من الألفابت من الحروف الهجائية مظبوط. لازم أكون حافظ إيش الصورة العامة للاقتران، الاقترانات كثيرات الحدود من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. بالكثير إحنا بلزمني الدرجة الثالثة ماكسيموم، خلينا هذا. المهم الآن المقام من الدرجة الأولى يبقى البسط من الدرجة الثابتة صفر. هنا إيش بدي أحط؟ بي. طبعا ما ينفعش احط اي اي، مش عرفني الحين يطلع متساويات. تمام، هنا اي يبقى هنا بي. حلو الكلام. طيب طبعا انا هذا التكامل الاصلي بدي اجزئه الى تكاملين سهلات. هذا الان ايش مكانه قيمه اي؟ ايش تكامله؟ طلعوا الثابت برا لن المقام، خلص. وهذا لن المقام فك. هاي هاي هذا كملناه، بس ما عليه لجيب قيمه الاي والبي. كيف بدي اجيب الاي والبي اللي يحقق هذا الكلام؟ واللي مش مصدقه بعد ما نجيب قيمه الاي والبي تجمع هذا حتلاقيه حيطلع عندنا 2 اكس زائد 4. طيب تاخذوا بالكم معي، انا هذه اعتبروا السؤال زي هيك بس للتوضيح. الان احنا شغلنا بيجي في المنطقه هذه، هي السؤال وهي الحل. الان بدي اعمل انا بالتفصيل الممل لانه درس جديد عليكم، عشان بديش تتصوروا بالحل التصور، لا تشوفوا كل حاجه. الآن بدي أضرب الطرفين في المقام اللي هان، الطرفين يعني حضرب هان x ناقص 4 في x زائد 1، وهان حضرب في x ناقص 4 في x زائد 1، وهان x ناقص 4 في x زائد 1، صحيح؟ بضرب الطرفين في 5، ضرب الطرفين في ربع، في نص، في سالب 1 بنفع، طرفين لأنه تساوي، فاش أضرب طرف دون آخر. أو أضرب حد والثاني لا. الآن هاد مع هاد وهاد مع هاد، إيش ضل على الشمال عندي؟ 2x زائد 4 يبقى 2x زائد 4 تساوي ax زائد 4، هاد مع هاد ضل a في x زائد 1. بالضبط، بالضبط، بس عشان المفصولات بالجمع. تمام، زائد بي في ايش؟ هاد مع هاد بي في اكس ناقص 4 صح. تمام، يبقى الخطوه هذه انا لو بدي اعملها مباشره بدون ما اقعد اقول بالضرب في كذا، هذا بس عشان انت
لا احيانا الواحد مخه بلزق بكربل زي ما بقول ما برضاش يمشي بعملها يدوي لو ما ركبتش معي. فعلى فرض كان عندي اكس زائد واحد على اكس ناقص ثلاثة في اكس زائد اثنين في اكس هو فيش الا اكس 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 اثنين اكس منش بنفع ولا بنفعش اثنين اكس زائد واحد مثلا هعمل A على X ناقص 3 زائد B على X زائد 2 زائد C على 2X زائد تمام؟ الآن مباشرة بدي أكتب والحين نكون متصورين الطرف هنا هكتب X زائد 1 يساوي البسط يساوي A في الباقيات زائد B في الباقيات زائد C في الباقيات واضح كيف؟ هيك بنعملها بسرعة واضح؟ أه؟ يعني بس المقام تبعها بس بحط البقيات هي هيك بالضبط هاي الفكرة العامة الآن بعد ما بكتب هيك هذه العلاقة صحيحة لجميع قيم X مهما كانت قيمة X فالعبارة هذه صحيحة بدي استغل هذا الكلام عشان أحسب قيمة الـ A والـ B مدام صحيحة لأي قيمة الـ X بدي احط اكس بأربعة عشان اطير البي وانفرد بالاي بطلع قيمه اي مباشره صح بعد ما اطلع قيمه اي بحط اكس بسالب واحد عشان اطير الاي وانفرد بالبي بطلع جبنا الاي والبي خلص السؤال واضح انا الان قلت هذه العباره صحيحه لاي قيمه من قيم اكس وبالتالي بدي اقول ست اكس تساوي أربعة نقطتين فوق بعض عوضي في الطرفين 2 في 4 8 معلش انا بقول حقولها 5 اخرى شوي انا لا تعدلوا لي ماشي خليكم صحصحين 8 و 4 12 12 تساوي 4 و 1 5 اي زائد 0 خلصنا ومنها اي ايش بتساوي 12 على 5 هاي جبنا قيمه الاي بدي اجيب قيمه البي بدي اطير الاي ممكن اعوض عن اي هان 12 على 5 عادي وابدا اشتغل بضل عندي مجهول حط اي قيمه بعدها حط اكس بصفر اكس بواحد ابنك بمشي بس انا اريح لي اطير الاي بما حمل صح حط اكس بقدر اقول 6 اكس بتساوي سالب واحد عشان اطير الاي سالب 2 زائد سالب 2 زائد 4 2 هذه طارت حط سالب واحد مع سالب 4 سالب 5 بي ومنها بي ايش بتساوي سالب 2 على إذا عرفنا قيمة الـ A وقيمة الـ B إذن صار السؤال بسيط جدا أصبح عندي التكامل يا ريت اللي عندها أي سؤال تسأل إيش اللي مش مبين إيش اللي مش واضح طيب تحكوا مع بعض يعني إذن أصبح عندي إذن تكامل 2X زائد 4 اللي قبل بشوية كان مستحيل بيساوي الاي مطرحها قديش تكامل 12 على 5 بقدر اطلعها برا ولا لا مش هيك بس بتطلع 5 ليه لا ما هي في البسط هي في البسط اصلا مش في المقام في البسط لو في المقام كان خليها 12 على 5 على اكس ناقص 4 دي اكس زائد تكامل سالب 2 على 5 على x زائد 1 dx بطلع الثابت برا 12 على 5 في لن ابسوليوت x ناقص 4 طلع السالب 2 على 5 في لن ابسوليوت x زائد 1 زائد c الثابت طبعا انا لو اخذت a و b و c هحط k اي ثابت غير الرمز اللي استخدمتها ماشي هاي حل بعد ما كان سؤال لا يمكن حله لا هو كلام بسيط جدا ترجع حسب كيف بعرضه او الاستاذ اللي بيشرحه تفرق مش عشان انا لا بس بصفه عامه بتفرق لا بتفرق لا يعني كمثال بسيط يمكن قلت لكم اياه قبل هيك لما بدخل على الطلاب تبعي الاحصاء بالذات خايفين من الاحصاء بحسبوه رياضيات ما لهش علاقه بقول لهم يا بني الموضوع بسيط طيب حل السؤال هذا س زائد 3 تساوي 5 بتعقد بتعقد س زائد 3 تساوي 5 جبر ولا مش جبر بقول يا ابني هذا السؤال هيو صف اول كلهم برفع ايديهم
ايش افرق هذا عن هذا؟ ولا حاجة. هذه مجهول وهذا مجهول، نفس الاشي، بس هذا اخذ شكل الجبر اللي احنا بنكرهه وما بنحبوش، مزبوط ولا لا؟ لكن لما عيد كتابته بالصورة هذا صار ابن صف اول بهذا، صح؟ يبقى كيف الواحد بيعرض المادة بتلاقيها سهلة او صعبة؟ في ناس بتعقد الطالب وتعقد المادة. اوكي، طبعا بأترك لكم اللي بدها تتأكد لو حطينا A كذا وB كذا لو جمعناها حيتلاقوه بيطلع نفس الكلام. طبعا انا بدي اجمع هضرب هذا في هذا ولا لا، هذا في هذا وهذا هان وهذا هان الى اخره. بالضبط، هذه الفكره الاولى. لو كان عندي عاملين يبقى عندي كسرين، لو عندي ثلاث عوامل ثلاث كسور. في نهايه المحاضره ان شاء الله بعطيكم لها طريقه اخرى، ماشي؟ طريقه اخرى بعد ما نتمكن من الطريقه الحقيقيه الاصليه، بعدين بنرجع لها. طيب، يبقى أنا مش هعيد فكرة لو كان عندي ثلاث كسور، يعني لو طلعنا صفحة 66 معطيني مثال واحد في المقام x ناقص واحد في x زائد واحد في x زائد ثلاث، يبقى كم كسر بده يكون عندي؟ ثلاث كسور. كل واحد من عوامل المقام a على x ناقص واحد، b على x زائد واحد، c على x زائد ثلاثة، مباشرة شايفينها أنتوا؟ هيطلع عندي البسط اللي هو اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 1، هذا صفحه 66 للي مش شايف، بده يساوي مباشره بعد ما كتب الكسور ايه في مين؟ في الباقيات زائد البي في مين؟ صح؟ زائد السي في مين؟ خليها زي ما هيك احسن، تمام هيك؟ عارفين هذا واضح ولا لا؟ كيف جات؟ لانه السؤال في الاصل كان عنده هنا على اكس زائد على 1 2 3، مضبوط؟ مضروبات في بعض. طيب والان لما بدي اجيب قيمه اي، ايش في حاجه مشتركه بين البي والسي اطيرهن فيها؟ حط اكس بواحد تصير صفر طارت البي، صفر طارت السي، بنستفرد، مضبوط؟ يبقى خذ راحتك، عادي فيش مشكلة، خذ راحتك. هذا 6 اكس بتساوي قديش قلنا؟ واحد. اكس اكس بتساوي زي بتنخض لما عادي، حط اكس بواحد، بعوض هنا، واحد واربعة خمسة، واحد ست بتساوي، هذول طار اصفار. ليش؟ واحد ناقص واحد بصفر، فأي حاجة بصفر، واحد ناقص واحد بصفر راحت. حط اكس بواحد، واحد وواحد اثنين. اثنين في أربعة ثمانية A، ومنها A بتساوي ستة على ثمانية اللي هي ثلاثة على أربعة، تمام؟ لما بدي أجيب البي، إيش مشترك بين الـ A والـ C طيرن؟ زائد واحد، زائد واحد، حط إكس بقديش؟ سالب واحد، ست إكس تساوي سالب واحد، سالب واحد واحد اثنين، اثنين ناقص أربعة سالب اثنين. طارت الـ A وشلتها والـ C وشلتها، ضل عندي مين؟ الـ B، B في قديش؟ سالب واحد، سالب واحد وهنا اثنين، سالب واحد مع ثلاثة اثنين، سالب أربعة، يبقى سالب أربعة B، ومنها B بتساوي نص اللي هي سالب اثنين على سالب أربعة، ضل الـ C. بدي أطير الـ A والـ B، ممكن من غير ما أطير أعوض عن الـ A بقيمتها وعن الـ B بقيمتها، لكن هيك أريح. حط ايش؟ 6 اكس بتساوي سالب 3، يبقى سالب 3 تربيع 9 1 10، 10 ناقص 12 سالب 2، راحت الـ A وراحت الـ B، ضل الـ C، حطينا سالب 3 وسالب 1 هي زي ما هي مكتوبة، سالب 4 وسالب 3 زائد 1 في سالب 4 موجب 8، 8 C ومنها C بتساوي سالب 4، تمام؟ مضبوط الكلام؟ اوكي، واضح؟ بعد ما بجيب هذا الكلام باجي بقول اذا التكامل صار عندي عباره عن تكامل الكسر الاول زائد تكامل الكسر الثاني زائد تكامل الكسر الثالث. والثلاث كسور بتهيألي سهل تكاملهن ولا لا؟ كلهن باللين بيجي. واضحه الفكره العامه هان؟ طيب في عندنا حاجات ثانيه لسه.
بدنا نشوف المثال اللي بعده. طيب انا بدي اعطي حاجه اكبر من المثال. يلا ماشي بناخذ المثال اللي بعده وبعدين بنعممها اكثر. الان لو كان عندي 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 3 الكل تربيع او تكعيب او اي حاجه، ايش مكانه الاس؟ هذا بده ياخذ عامل اس 1 عامل اس 2 عامل اس 3. انت مالك انت مالكم؟ انا مش بعطيكم الطريقه الجديده هيك تحفظوها كويس. لما يكون مرفوع من الدرجه الثالثه إلو تبدي بأس واحد وأس اثنين وأس ثلاثة إلو نفسه. الآن لما بدي أجمعهن أصلاً إيش المضاعف المشترك إلهم كله؟ مش هذا صح؟ فهذه بتنضرب البسط والمقام في إكس ناقص ثلاثة أس واحد، وهذا وهذا بنضرب في أس اثنين صح؟ عشان نتجمع نصير هيك. تستعجلوش وخذوا، أنا بعطيكم شيء جديد مزبوط؟ اسمعوا بس. وبالتالي هيك بده يصير. فلو كان أس اثنين أس واحد وأس اثنين، لو من درجة خمسة أس واحد أس اثنين أس ثلاثة أس أربعة أس خمسة، واضح الكلام؟ هيك بنحكي إحنا بصفة عامة. وهذا المثال اللي معنا على نفس الفكرة. إيش معطينا؟ تكامل 6 إكس إكس زائد 2 الكل تربيع دي إكس. بناخذ 6 إكس زائد 7 على إكس زائد 2 الكل تربيع بيساوي A على X زائد 2، ما فيش داعي على قوس، يلا زائد B على X زائد 2 الكل، يبقى 6X زائد 7 بتساوي A في X زائد 2 زائد B صح؟ أنا أرجع للأصل، المفروض أني بضرب في إيش؟ في القوس تربيع. هذا بروح بنزل هذا تربيع، تروح هذه مع التربيع بنزل هذا، هذه مع التربيع بروح بضل البي تمام؟ احط اكس بقديش؟ سالب 2 بطير ايه؟ 6 اكس بتساوي سالب 2، يبقى سالب 12 و7 سالب 5 تساوي بي، خلص هي بي لانه هذا بصفر. طيب الان بدي اجيب قيمه ايه؟ بخلي بي البي عندي بسالب 5 عوض. الان اي رقم عندي عشان اجيب قيمه الايه؟ اي حط اكس بصفر، اريح حاجه الصفر والواحد. 6 اكس بصفر 7 تساوي 0، 7 تساوي 0 و2 2 في A 2 A والبي سالب 5. اللي عنده اي سؤال تسال بعيد ثاني، بعيد اعيد بالراحه اعيد. اوكي ماشي، بنقل الخمسه هنا بتجيني بالموجب، يبقى 2 A بتساوي 12 ومنها A بتساوي 6. يبقى لما بدي كامل المقدار هذا صار عندي الانتجريشن بيساوي تكامل الاي قديش عندي؟ 6 على اكس زائد 2 دي اكس زائد تكامل البي سالب 5، يبقى سالب تكامل 5 على اكس زائد 2 الكل تربيع دي اكس. هذه السته تطلع برا في لين ابسوليوت اكس زائد 2 ناقص 5 لا مش هتستفيد في كيف بصير مقدار الدرجة الثانية في المقام. احنا في نظرية وانا كاتب لكم اياها، ما حدش يقول ما حدش يقول عارفينها؟ اقول لكم اياها. ايش تكاملها؟ الف س زائد كل اسطر زائد نون زائد واحد على نون زائد واحد الف زائد باء، الف زائد باء عشان الجيم نخليها احنا للثابت مظبوط ولا لا؟ صح؟ فيما لو نسينا نسينا هذا اصلا اثباتها. خذي الالف س زائد باء، وليش الف س زائد باء؟ ماله الاي اكس زائد بي عاطل؟ اس ان دي اكس، لو حطيت يو هي اي اكس زائد بي صح؟ يبقى دي يو تساوي اي دي اكس قسمه على اي، هاي على اي راحت، عوضوا في التكامل يو اس ان زائد بي
تكامل يو اس ان في واحد على اي دي يو. الواحد على اي بيطلع برا. في يو اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي. رجعوا لاصل هاي القاعده صح؟ يعني لو نسيتوا بتقدر تجيبوها بالحل بالتعويض، لكن انا بعطيكم اياها على صوره قانون. هذه هي تكامل اكس زائد 2 اس سالب 2 دي اكس، وطبقوا على القاعده اللي قلناها الان، يبقى بتساوي عندي 6 لين ابسولوت اكس زائد 2 ناقص 5 في ايش تكامل هذا؟ اكس زائد 2 والسالب مع السالب 6 لين ابسولوت اكس زائد 2 زائد 5 على اكس زائد 2 زائد صح؟ ما دام السالب واحد بننزلها تحت بصير بالاس الموجب. تمام؟ طيب الان فكره جديده. لا ما احنا قلناها، اذا البسط اعلى من المقام بقسم قسم مطول، ضروري ابدا الشغل على القصور الجزئيه اذا كان درجه البسط اقل من درجه المقام، اذا اعلى بخليها اقل بالقسم المطول. الان اعيد كمان مره، لو كان عندي 2 اكس زائد 1 بهمش كل مره بستخدمها، على اكس ناقص 1 في اكس زائد 2 تربيع، كم عامل يكون عندي؟ هاد هتاخذ ايه؟ هذه بدها بالضبط بدها عاملين، ابدا باس 1 وبعدين اس 2، ولو كانت اس 3 بدها 3 قصور معي؟ طيب مع امان يعني مش فاهم اي نقطه تسال اول باول. طبعا عشان تربيع اعتبروا الان كان السؤال تربيع لحاله، هذه فكينا منها زائد اي بي على اكس زائد 2 زائد سي على اكس زائد 2 الكل تربيع، وبعدين الباقي انتم عارفينه، بكتب 2 اكس زائد 1 تساوي اي في اكس ناقص 1 في اكس زائد 2 تربيع في اكس زائد 2 تربيع على طول صح؟ وهنا اكس ناقص 1 في اكس زائد 2 وهنا في اكس ناقص 1 وبتكمل. بسيطه القصه. لو كان البسط برا موضوعنا بصير هذا طريقه التكامل الاخرى، احنا بنحكي على القصور الجزئيه بالصوره هذه. الجذور شرحناها المحاضره فاتت واللي قبلها. لا انا ما مش دخل في الجذور، لا احنا بنقول عندنا اقترانات او اقتران كسري تمام، يعني اقترانات نسبيه زي بالاصح البسط كثير حدود والمقام كثير حدود، بندخل على طريقه ثانيه هناك. طيب هذه انا تعميم للطريقتين مع بعض او ربط الطريقتين مع بعض. طيب الان بدي اسال فيما لو كان عندي 2 اكس زائد 1 مصر عليها على اكس ناقص 1 في اكس تربيع زائد 1. الان هذا مش من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه. بدي اعمل كالتالي، الدرجه الاولى بسطه ثابت، الدرجة الثانية بسطه من الدرجة الأولى. هذا بده يكون من الدرجة الأولى، ولو كان تكعيب بسطه بيكون الدرجة الثانية، وهكذا أقل بواحد. تمام؟ وإيش الصورة العامة للإقتران من الدرجة الأولى؟ A X زائد B، لكن استخدمنا الـ A هاخذ رمز ثاني. B X زائد C. صح؟ حيصير عندي زائد B X زائد C على X تربيع زائد 1. وبعدين بنكمل. نكمل ولا بعدين بنكمل؟ بنكمل. حاضر. بنقول 2 اكس زائد 1 بتساوي ايه في مين؟ طيب زائد بي اكس زائد سي في مين؟ طيب اوكي الان بدا ممكن نتخلص من البي والسي مع بعض لو حطينا اكس بواحد صح؟ 6 اكس بتساوي 1 2 1 3 بتساوي 2 اي صح؟ وهذه 1 ناقص 1 بصفر بروح هذا كله، يبقى بايه بقديش؟ 3 على 2 اي بتساوي 3 على 2. طيب بعد هيك البي والسي ملزقات مع بعض، ما بقدرش اتخلص من واحد واسيب الثاني. المهم الاي 3 على 2 ايش بدي اعمل؟ بدي اضطر اكون معادلتين، لان كان مجهول عندي الان، معادلتين واحلهم مع بعض على الحل اللي احنا بنعرفه القديم.
وبالتالي بحط أرقام بسيطة، مثلا أحط إكس بصفر وأحط إكس بسالب واحد أو باثنين اللي أنا بشوفه مناسب. أنا بفضل أحط اثنين على إني أحط سالب واحد، عشان تصير هذه اثنين ناقص واحد بواحد، أحسن أحط سالب واحد مع سالب واحد سالب اثنين. بحبش قصة السالب أصلا، لأنه السالب بيعمل لنا مشاكل، مزبوط؟ فأنا بدي أجي أقول، بدي أعمل معادلتين، أقول له 6 إكس بتساوي صفر، يبقى بصير عندي واحد بيساوي، حط محل إكس بصفر، يبقى إيه؟ 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 زائد حط إكس بصفر بي طارت، صح؟ ضلت سالب واحد في سي، سالب سي، سالب سي تساوي واحد. طب الإيه عندي 3 على 2، يبقى سي بتساوي إيه اللي هي 3 على 2 ناقص واحد بيطلع نص، صح؟ يبقى جبنا الـ A والـ C، ضل عندنا نجيب الـ B. حط أي رقم، حط X بقديش؟ طيب ضل عندي إكسات، صح؟ آه. وبالتالي الآن 6X بتساوي 2 مثلا، زي ما قلنا 4 و1 تساوي بدل A 3 على 2، نحطها زي ما هي 4 و1 × 5 زائد البي 2x 2b، صح؟ 2b زائد نص في مين؟ في 1. خلصنا، يبقى ما فيش داعي للقواس اصلا، صح؟ وهذه بقدر احطها 15 على 2 على طول، صح؟ مش صعبه. 15 على 2. طب اضرب كله في 2 عشان تخلص من الكسور، تصير معادله بسيطه عندي. يبقى 10 بتساوي 15 زائد 4 بي زائد 1. 1 و15 16، ودوهن غاد سالب 6. يبقى 4 بي بتساوي سالب 6، ومنها بتساوي سالب 3 على 2. لما نجيب الاي والبي والسي بنكون برجع للتكامل. نرجع نقول اذا التكامل الاصلي بيساوي التكامل الاول ايه قديش؟ 3 على 2 تكامل دي اكس على اكس ناقص واحد، زائد زائد تكامل، هذه بدي اكتبها عاد انا، سالب 3 على 2 اكس. قديش عندي؟ سالب 3 على 2 اكس زائد نص، زائد يا لطيف على اكس تربيع زائد 1 دي اكس. طب هذه 3 على 2 اطول من ايش؟ اطول من ايش؟ كيف كيف؟ الحين صح سالب 3 على 2 اه هي اسرع على التعامل المشترك. عادي عادي، 1 على 2. لا انا بدي اخلي المقام زي ما هو عشان تطلع نص. لا لا لا، بدي تان انفرس. تان انفرس، طيب مش النص، هذه سالب 3 اكس في نص، خذ النص على المشترك وطلعيه برا، صح؟ ولا حاجه. يبقى هاي زائد نص في تكامل سالب اكس زائد 1، مظبوط؟ على اكس تربيع زائد 1 في 3، يعني في 3 بسيطه دي اكس. الان هذه 3 على 2 لن ابسوليوت اكس ناقص 1 زائد نص في تكامل سالب 3 اكس على اكس تربيع زائد 1 دي اكس زائد 1 زائد تكامل 1 على اكس تربيع زائد 1 دي اكس، قسمت انفصلت هذه عليها وهذا عليها، بيساوي 3 على 2. انا المفروض هذا التكمله لكم انتم تكملوه، لكن عارف انا بتتقلوا من اقل حاجه، نص حاجه اي نص في. الان ايش مشتقه البسط؟ انا عندي قديش؟ اضربه في 2 وقسمه على 2. ايش بدي انا؟ بدي اطلع 3 برا، بدي اطلع 3 برا واضربه في 2 واقسم على 2، يبقى سالب 3 على 2 برا، يطلع سالب 3 على 2 لن ابسوليوت اكس تربيع زائد 1. بنفع؟ يعني الخطوتين هيك حركه سريعه. اه زائد 2 اكس
زائد تان انفرس اكس. خلص زائد زي والنص بندخلها بكمل. تمام. المهم انه مقدور عليه بعد هيك. في سؤال؟ بمشي الحركة اللي عملناها هذا سريع، بتقدر تعملوها بالراحة واحدة واحدة. وأولها إنك تطلع الثلاثة برا، سالب ثلاثة مطلعها برا، بعدين بضرب في اثنين عشان يصير البسط مشتقة المقام. لما بضرب في اثنين بقسم على اثنين. أي حاجة بالضبط. هاي أهم حاجة، هذه الإضافة. الآن لما يكون أحد الكسور مقام درجة الثانية لازم يكون البسط من الدرجة الأولى وليس ثابت. طيب الآن لو كان هذا تربيع أس واحد في كمان قوس أس اثنين، بس هيصير عندي A B C B E مظبوط، بس تعير يعني حروف هجائية أزيد. واضح؟ هاي فكرة السكشن، هذه فكرة السكشن عموما. هاي الأفكار كلها، بس أنا أعطيكم حاجات إضافية، نعطيكم حاجات إضافية. طبعاً بضل الباقي إنكم تقروا اللي موجود وتشوفوا الحل. في أسئلة أو في أمثلة حلها طويل شوي. الأمثلة اللي حلها طويل صفحة على الشابتين. فهمت الكلام؟ تمام. ما ممكن تكون فكرة تختلف عن فكرة، ممكن ما شفتني شيء. طيب احنا تقريبا خلصنا احنا الافكار، لانه المثال الاخير نفس الفكره اللي حكيناها. الان انا بدي ارجع، بس خليكم معي، ارجعوا لي لصفحه 66. قلت لكم تذكروني في اخر المحاضره. صفحه 66 اكزامبل واحد، في عندنا طريقه اخرى للحل. طبعا احنا الان فهمنا كل حالنا مركز اني انا احط قيم اكس من عندي، تمام. وشوفنا لما صارت البي والسي ممكن اكون معادلات واحلهن مع بعض. هنا الحمد لله لما قبل ما اكون طلعنا قيمه السي طلعت مباشره وفكت. لكن المثال الاخير او قبل الاخير بيطلع عندي ثلاث مجاهيل بلزمني اكم معادله، ثلاث معادلات بحط مره اكس بواحد واثنين وثلاثه صفر اربعه اللي بدكم اياه. طبعا قد ما نقدر بنزغر الارقام بنبسطها، تمام. بكون ثلاث معادلات وبحلهم. تعرف كيف تحلوا ثلاث معادلات مع بعض؟ بنحل المعادله الاولى بدلات، بنطلع A بدلات B و C وبنعوض في الثاني بتطلع الى اخره. ما فيش ما علينا طبعا، اذا اللي مش عارفه حاجه بنقولها اياها. الان خلينا في الطريقه الثانيه اللي بدنا نحكيها. هان معطيني المقام فيه اكم عامل؟ ثلاث عوامل وجميعها من الدرجة الأولى، صح؟ خطية. القاعدة أو الطريقة اللي تحكيها خاصة بالاقتران لما يكون عوامله من الدرجة الأولى، المقام يكون من الدرجة الأولى. أحد عندها سؤال؟ لا. على اللهان على المكتوب؟ لا لا ما كسبتش حاجة، في ناس لا تحكي. السؤال بيقول إكس تربيع زائد 4 إكس زائد واحد على تمام. طبعا هذا احنا اوتوماتيك بنقول عباره عن A على x ناقص واحد زائد B على x زائد واحد زائد C على x زائد ثلاثة، تمام. الان الطريقه تبعتنا بتقول على طول A بتساوي B بتساوي C بتساوي مباشره. ايش بدنا نعمل؟ بدي اعتبر البسط، اعتبر البسط اف اوف اكس. طبعا مقام جي اوف اكس ما علينا، انا خليني في البسط. البسط ده سميه اف اوف اكس. حلو الكلام. ايش جذر المقام تبع اكس؟ يعني وين بيساوي صفر بالعربي؟ عند الواحد. هذا اسمه الجذر تبعه، مظبوط. جذرها عند الواحد، بجيب اف الواحد. أنا الآن تعويضي هان بدي أجيب أف الواحد، قلنا البسط بدي أسميه الأف، أف الواحد، وخبوا العامل تبع الإي. خبوا العامل تبع الإي، إيش بضل عندي؟ عوضوا عنها بواحد، يبقى واحد زائد واحد في واحد زائد ثلاثة، تمام؟
عوضوا الآن F الواحد، واحد وأربعة، واحد ستة على اثنين في أربعة ثمانية، بيطلع ثلاثة على أربعة. نفس الجواب ولا لا؟ تمام؟ لا طريقة تانية، هانا هذه طريقة تانية. لا الفكرة في الموضوع إنه جبريا نفس الفكرة. تقريبا. تقريبا. بس إنه أنت جمعتها. شو أقول أنا جمعتها؟ هي طريقة مشروحة في الكتاب الأصلي لكن مش مكتوب عنها. ملخصة عندي بصورها وببعث لكم إياها إن شاء الله. البي داجي للبي، إيش الجذر تبعها؟ سالب واحد. فبدي أجيب F السالب واحد وأنزل تحت أخبي العامل تبع البي. العامل اللي تحت البي بخبي، إيش بضل عندي؟ سالب واحد سالب واحد. أيوة بدي أعوض سالب واحد سالب واحد في سالب واحد زائد ثلاثة. عوضوا F السالب واحد، واحد واحد اثنين ناقص أربعة على سالب اثنين في اثنين بيطلع نص مباشر. السي هتيجي اف القديش على نخبي هذه وحط سالب ثلاثة سالب واحد سالب أربعة سالب ثلاثة زائد واحد في سالب اثنين. طيب هاي تحت ثمانية مزبوط. اف السالب ثلاثة تسعة واحد عشرة، عشرة ناقص 12 سالب 2 بيطلع لنا سالب ربع. هذه طريقة تانية. تمام؟ هذه خاصة بإيش؟ كويس. لما تكون المعاملات كلها أو العوامل كلها من درجة، ولو فيها درجة تانية بنفعش. ماشي الحال؟ هذه خاصة فيها. طيب. أوكي. كمان حاجة. كمان فكرة برضو. ماشي. أنا أعطيكم إياها مصورة وجاية مكتوبة في صورة نظرية كمان، بس استوعب النظرية. النظرية عشان بالرموز، أنتوا بتحبوا الأمثلة اللايف هيك، ها العملية، تحبوش الصورة النظرية الثيوريتيكال. طيب طب شوفوا مثال اثنين عشان أعطيكم الفكرة اللي بدي أقولها بسرعة. مثال اثنين اللي تحت في صفحة 66 برضو، صفحة 66. أعطيكم طريقة ثانية لها علاقة بالاشتقاق، العلاقة بالاشتقاق. طبعا انا ما رضيتش احط التنتين هذلك عشان ما كترش عليكم الافكار، صح؟ اللي بدك تحيره خيره، كنت حنحل على هذه لا على هذه. طب يمكن تستخدميها غلط، تنسي الشروط، هذه لازم يكون من درجة الاولى، يمكن تنسي. لكن الطريقة هذيك اللي قلناها في الاول للكل بنفع، تمام؟ عشان هيك انا ثبت عليها وبديت فيها. نشوف. طبعا الطريقه الاصليه ما قلت لكمش اياها اصلا. الطريقه الاصليه انه نعمل يعني معادلات، كل مره كنا نحلها بثلاث اربع معادلات، كل مره نقعد نحل معادلات، لا هيك اريح كثير. الان عندي المثال اللي بقول 6 اكس زائد 7 على، لسه ضايل معنا وقت كثير، ها تربيع، قلنا بتساوي اي على اكس زائد 2 زائد بي على اكس زائد 2 كله تربيع، صح؟ مش هيك؟ عشان تربيع عاملين له، يبقى 6 اكس زائد 7 ايش بتساوي؟ اي في اكس زائد 2 مظبوط؟ زائد بي. طيب لو اشتقينا الطرفين ايش بيطلع عندي؟ ستة تساوي إيه؟ خلص خلص خلص. طلع عليه بتلاقوا ستة إيه بستة، طلع على جواب بتلاقوا إيه بستة، مظبوط؟ طيب الآن لما تجيب بي مش هقدر أستخدم نفس الطريقة، بحط رقم من عندي. فأنا ممكن كبداية أحط إكس بسالب اثنين، صح؟ ست إكس بتساوي سالب اثنين، يبقى سالب 12 وسبعة تساوي راحت بي سالب 5. الآن بالاشتقاق بصير عندي 6 بتساوي إيه؟ خلص مظبوط؟ يبقى بي بسالب 5 وإيه؟ بستة. ما دام أنا قلت لكم من بداية الحل، من بداية الشرح، إنه هذه العلاقة صحيحة لجميع قيم إكس، صح؟ واضح إنه هذه كثير حدود، وهذه كثير حدود، يبقى قابلة للاشتقاق إلى عدد غير محدود من المرات. بقدر أشتقها قد ما بدهم، ما دام هذه بتساوي هذه يبقى مشتقة هذه بتساوي مشتقة هذه.
تمام؟ فالاشتقاق ممكن برضو نستخدم. فهذه طرق أنا مرضيتش أثبتها، بس أنا بعطيكم الطريقة تبعت قبل بشوية نكتب لكم إياها إن شاء الله. طيب لا خلص السكشن، لكن أنا بدي أعطي أحلل لكم المثال الأخير عشان نتذكر مع بعض كيف إحنا ممكن. لا حلو طويل كثير، بدناش نتوه فيه. لا خلص ولا واحد بتشوفون في الدار وخلاص. أنا بدي أشوف اللي فيه معادلات. مثال خمسة فيه وأربعة فيه برضو، مزبوط؟ برضو عشانه أصغر أو أقصر. طيب ماشي، أنا عشان بديش أسيبكو سايحين مع بعض، خصوصا المعادلات الثلاثة مش مكتوب كيف حلها، بنحلها مع بعض عشان تصوروها عندكم. فيما لو واحد فيكم حاولت تحل المعادلات، مثال أربعة لو واحدة حاولت تحل المعادلات الثلاثة مع بعض وما زبطتش معها ممكن نكون حللنا معكم. طيب مثال أربعة بده تكامل، سالب 2x زائد 4 على x تربيع زائد 1 في x ناقص 1 الكل تربيع dx، تمام؟ طيب من غير ما نتطلع الآن بدنا نأخذ سالب 2x زائد 4 على x تربيع زائد 1 في x ناقص 1 الكل تربيع. العامل الأول بسطه من الدرجة الأولى، لأنه هذا من الدرجة الثانية يبقى بسطه بده يكون الدرجة الأولى. حنقول الـ x تربيع زائد 1 بيكون ax زائد b، مش a b c d إلى آخره. الآن نيجي للقوس تربيع. القوس تربيع كم عامل له؟ عاملين أس 1 وأس 2، يبقى AB زائد C على X ناقص 1 ABC D على X ناقص 1 الكل تربيع، تمام؟ يبقى الآن سالب 2X زائد 4 بتساوي هذا إيش ناقص عليه من اللي هان؟ الـ X ناقص 1 الكل تربيع، صح؟ يبقى AX زائد b في x ناقص 1 الكل تربيع زائد c. ايش ناقص عليه؟ ناقص عليه كل حاجه، كله بس من غير تربيع، صح؟ c في x تربيع زائد 1 في x ناقص 1 زائد d x تربيع زائد 1. طيب اربع مجاهيل a b c d. طيب الان ممكن اطير هذا، ما بطيرش دي ابدا، ملزق. السي ممكن، البي الاي والبي مع بعض برضه. لو حطينا اكس بواحد بطير هاد والسي، بنطلع الدي. يبقى ممكن نقول ست اكس بتساوي ايش؟ واحد. حط هان، يبقى اثنين يساوي صفر صفر دي اثنين دي اللي هي واحد واحد اثنين، يبقى دي بتساوي واحد. يبقى ضل عندنا ثلاث مجاهيل الاي والبي والسي، وهو الواحد زي ما قولوا حيلة الشاب وقلت يا رب. هي اللي طيرنا فيها. بعد هيك ما فيش تطير، بعد هيك نضطر نعوض نكون ثلاث معادلات عشان نجيب الاي والبي والسي. اي ارقام بدكم اياها بنحط الصفر، دائما اسهل لنا الصفر بسهل. بس كله في اكس يا دكتور، كله حلو. كيف؟ صفر زائد تستعجليش دائما بالراحه، صح؟ الآن ممكن نقول ست إكس تساوي صفر، هنا أربعة تساوي راحت بي في سالب واحد تربيع بواحد بي، صفر واحد واحد سالب واحد سالب سي سالب سي، يبقى بي ناقص سي بتساوي أربعة. الدي بواحد في واحد يبقى زائد واحد. أنا عندي إكس بصفر، خلينا نتأكد إكس بصفر
صفر واحد 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 في واحد واحد صح. انقل الواحد هناك يبقى بي ناقص سي بتساوي ثلاثة. إذا بي ناقص سي بتساوي ثلاثة. هذا ممتاز لأن بقدر أقول البي بتساوي سي زائد ثلاثة. بكتب بي بدلالة سي بتصير أخف عندي. طيب الآن نحط هاي هذه معادلة رقم واحد. طيب عندي بدي معادلتين. نحط إكس بإيش؟ حط إكس باثنين. ست إكس بتساوي اثنين. على اليمين الشمال قصدي صفر صفر صح؟ تساوي حط إكس باثنين. اثنين إيه زائد بي. اثنين إيه زائد بي في إيش؟ اثنين ناقص واحد واحد خلصنا. يبقى فيش داعي للقوس. كمان اثنين ناقص واحد بواحد أربعة واحد خمسة سين زائد خمسة سين. هذه معادلة رقم اثنين صح؟ طبعا ممكن أعوض عن بي خمسة إيش؟ في دي خمسة خمسة إيش؟ كويس صح خمسة سي. الآن وصلنا إحنا يعني بس زائد أربعة واحد خمسة دي زائد خمسة خمسة صح. يبقى اثنين اي زائد بي زائد خمسة سي تساوي. وهذه علاقة رقم اثنين. نجيب معادلة الثالثة بضلها نحكي نحكي براحتها. حط إكس بسالب واحد مش هتفرق على هذا. سالب واحد بسالب واحد صير سالب اثنين. سالب اثنين خليه سالب سالب. طب احنا المهم الشمال ايش بده يطلع عندي؟ كله سوالب. سالب اثنين بصير موجب كويس. سالب واحد نحطها. ست اكس بتساوي سالب واحد. اثنين واربعة ست تساوي سالب ايه بالضبط. سالب ايه زائد بي في مين؟ سالب واحد سالب اثنين تربيع اربعة في اربعة. يا ست هاي في أربعة فيش وصل نحطها قدام زائد السي في اثنين وهان هان سالب اثنين وهان اثنين يبقى سالب أربعة سي يبقى ناقص أربعة سي بعدين اثنين اثنين دي اللي هي اثنين زائد اثنين. ننقل اثنين غاد ونفك القوس تصير سالب أربعة اي سالب أربعة اي زائد أربعة بي ناقص أربعة سي تساوي أربعة. قسمه على أربعة يبقى سالب اي زائد بي ناقص سي تساوي واحد. وهذا معادلة رقم ثلاثة. طب البي ناقص سي من هان بقديش؟ ثلاثة صح. بالتعويض من واحد في ثلاثة لو كتبته بالعربي بضرش. طبعا احنا بنقولها بالانجليزي ايش يعني بالتعويض؟ سبستيتيوشن. طبعا سبستيتيوت او سبستيتيوتينج سبستيتيوت فروم 3 فروم 1 اند 3 بصير عندي سالب اي زائد زائد ولا ناقص زائد ثلاثة تساوي واحد ومنها الـ A بتساوي اثنين. A بتساوي اثنين. يبقى أنا لو رجعت لهذه أو لهذه عندي الـ A باثنين الآن. هذه خلص هذه هذه بنعوض فيها. هذه مش هستفيد. لو عوضت هطلع لي ثلاثة. أكيد. بنعوض في اثنين. N2 هيصير عندي أربعة زائد بي زائد خمسة سي تساوي سالب خمسة. ودي هان يبقى بي زائد خمسة سي تساوي سالب تسعة. نعتبر هذا علاقة خمسة بي. من وين جت الخمسة؟ مش عارف ما علينا. هذه نعتبرها علاقة رقم أربعة. لو طرحناها من بعض هذه ناقص هاد بي بناقص بي بتروح خمسة ستة سي ستة سي مع الطرح ستة سي تساوي سالب تسعة زائد بالطرح ناقص اثناش
ومنها س تساوي سالب 2. تمام مزبوط. بالتعويض في واحد س سالب 2 صارت زائد 2 ودوها غادي بقى ب واحد. بالتعويض في واحد إذن ومنها ب بتساوي واحد. تمام. بعد ما جبنا الآن بدنا نكامل التكامل بسيط يفترض. أصبح عندي الاقتران على صورة معلش a x a بقديش 2 x زائد 1 صار 2 x زائد 1 والc سالب 2 يبقى ناقص 2 على x ناقص 1 والd 1 زائد 1. هذه بتتجزأ. هذا بتجزأ 2 x على x تربيع زائد 1 زائد 1 على x تربيع زائد 1 بصير البسط مشتقة المقام يبقى لأن المقام زائد تان انفرس. هذه ناقص 2 لن ابسوليوت المقام. هذا بنطلعها فوق السالب 2 وبنكامل على النظرية بصير السالب 1 على سالب 1 زائد. تمام هيك.